هما البنات كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون اموركم كلها بخير على خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم، كما كتشوفوا اليوم عندنا مني كتشوفوا الحرير كتعرفوا عندها خدمه المعلم. عندنا قفطان ان شاء الله غادي يكون عصري بالقطعه في جلي فيها التكماش، وميم طون كاين حتى في الكوين نفس القضيه، نفس العمليه اللي غنديروها في جلي غنديروها حتى في الكوين. والطروام ديال هاد القفطان، والقفطان راه غيكون بالمجدول، الطروام ديالو عادي لانه ما عامرش من جليل، غيكون غير هابط حتى لتحت بالتراسن والمفتل ولقيضات حتى لتحت. والطروام ديالو عندنا جوج وقيات ديال الترصان على دارة ونص ومفتل على 4، كيقدك باش تخدمي القفطان حتى لتحت، الا درتيه غليظ ما كيقدكش. دونك والخدمه كتكون رقيقه وزوينه وانيقه في الخدمه. بالنسبه للعقاد حنا درناهم في اللوينات باش يكون هذا القفطان عصري اكثر. درنا اللوينات كما كتشوفوا اللون عندنا ديال القفطان خضر ملكي، وحنا درنا البيستاج والسومو والباش، يعني درنا اللوينات اللي كيلائموا هذا اللون اللي حنا باغيين نخدموه. ان شاء الله نتوما على حسب الذوق ديالكم كما بغيتوا ديروا هذا القفطان ديروه، يعني على حسب اللوينات اللي اختاريتي انت على حسب الذوق ديالك. هي ملي كتغيري اللوينات ديال العقد كيجي انيق اكثر. ان شاء الله غادي نبداو في الصاله ديالو، ما عليكم غير تابعوني حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الصاله كامله، وغادي تشوفوه معايا طالع، لان مره اخرى صايبت هذا القفطان نيت وما درتش الموديل طالع. بزاف الناس بقاو كيقولوا لي الموديل طالع، الموديل جات مولاتو داتو بالزربه وسمحوا لي بزاف، داكشي علاش انا اليوم ان شاء الله غادي نعوضكم على داك الموديل اللي فات بهذا الموديل. البنات كما كتشوفوا انا خديت الثوب على الطول ديالو، على الطول ديالو على حسب الطي ديال السيده. الطي عندها الصدر عندها 96 سنتيم، يعني 96 سنتيم الا قسمتها على 4 غتعطيني 29 عفوا ولا 28 مزيانه باش انا نطوي الثوب على 4 بهذه الطريقه، لان السيده غادي يجيها مزيان. الا كانت السيده عندها 34 في الصدر او 35، ما عليك غير طوي الثوب على 4 على العرض ديالو باش تاخذي ليها القياس اللي يكفيها وما يجيهاش قفطان مزير. دابا حنايا هذه القطعه ديال الجلي غناخذوا فيها 45 سنتيم، ها هي 45 سنتيم، وهنا غادي ناخذ ثاني 45 سنتيم. هاد 45 سنتيم و 45 سنتيم، وحده غتجي في الامام وحده غتجي في الخلف. هانتوما غنصايبها مزيان بحال هكا. في درت لكم كسوه بهذه الطريقه، ودرت لكم حتى دندوره بهذه الطريقه، ولكن هاد المره درت 45. علاش؟ حيت القفطان ما فيش القطعه في الحزام وكاينه قطعه وحده، يعني الحزام غادي يجي فيه المجدول، من الاحسن طلع شويه. واصل القفطان كيبغي يكون عريض طويل عفوا على على الكندوره وعلى الكسوه ديالك. دابا انا حيت 45 هذيك 5 سنتيم حسبوها ديال الخياطه ديال الاسفل. دابا البنات كما كتشوفوا هذه غتكون التكماش اللي غيكون في الامام او الكليات على حسب الذوق ديالك بغيتي، وحتى هذه غتكون في الخلف. دونك حنايا بحال حيدنا من الطول ديالنا 40 سنتيم، هذيك 5 سنتيم ما غنحسبوهاش. علاش؟ حيت غتكون في يعني غتاخذ 3 سنتيم ديال الخياطه ديال الاسفل و 2 سنتيم بين القطعتين. القفطان غادي يكون بحلول من الامام، داكشي علاش انا درت الامام. ها نتوما الجهه المفتوحه في الاسفل وفوق منها الجهه المسدوده اللي هي الخلف ديال القفطان. ها نتوما البنات دابا غادي ناخذ الطول اللي بقى ليا من القفطان. طول القفطان عندي متر و45 سنتيم، متر و45 سنتيم، انا ديك 5 سنتيم ما حسبتهاش، دونك بحال حيت انا غير 40 سنتيم. دونك انا غنشد 105. للذكر البنات هاد القفطان كيحتاج 3 متر ديال الثوب، ها هي متر و5 عندنا ديال الثوب، واللي بقى لينا هو هذا غنديروا بهم الكمين وغنديروا المجدول بالقطعات اللي بقاو لينا.
دابا غادي نخدموا القفطان ديالنا بحال هكا. عندنا الكساف مقسومين على 2 زائد 1 سنتيم، عندنا 40 هي 21 سنتيم. هي كنهبط ب 3 سنتيم دائما ديال الكتف ديالي، وكنخدم 8 سنتيم ديال القفطان. دائما القفطان او الكسوه ولا داكشي كيكون الكول ديالو 8 سنتيم. في حاله لك العنق رقيق ديال السيده كديري 7 سنتيم. غادي ناخذ القفطان عندنا بغيناه في، غنديرو 15 سنتيم وغنهبطو بالكتاف، وغادي نقلبو على الصدر ديالنا اللي هو 28 سنتيم بحال هكا. وغادي ناخذو التركيز اللي هو 23، وعاد غنهبطو ب 12 سنتيم باش نلقاو مستوى الحزام. دورة الحزام مقسومة على 4 زائد 4 غتعطينا 26 سنتيم. تقدري تزيدي سنتيم في دورة الحزام حيت عندك المجدول، يعني ملي كديري المجدول كيبقى داك التكماش اللي كاين اللي كيعملو المجدول كيبقى أناقة للقفطان ديالنا. بالنسبة للحوض غادي نهبط ب 24 سنتيم، وغناخد 116 اللي هي 33 سنتيم، وصافي كنمشي لاخر توب ديالي. دابا البنات غادي ناخد التركيز عفوا، غنخرج هاد الخط اللي سولتني واحد المتتبعه اش كديريه. هاد الخط كنق هو اللي كيعطيني العبار الصحيح ديال التركيز ديالي. ملي كندير الخط وكنحط الخط على النقطه، دونك هذا التركيز ديال الامام. انا عندي هنا الامام والخلف، دونك غادي نخرجو بسنتيم لان دائما الخلف كيكون عريض على الامام. غنخرجو بسنتيم حتى نصايب الخلف بحال هكا، عاد من بعد غادي نصايب التركيز ديال الامام. ما يمكنش غادي تصايبي الامام قبل الخلف، لان الا دخلتي ما بقى عندك ما ترجعي في الثوب. هانتوما البنات، قبل ما نصايب الكول ديال الامام غادي نطلع هنا. علاش ما طلعتش في القطعات؟ لان القطعات كيبقاو نفس القياس. غادي نطلع هنا ب 3 سنتيم وكنمشي النصف ديال الجلد ديالي. هانتوما البنات، دابا غادي نحيد الخط ديالي وغادي ندخل هانتوما بسنتيم في المستوى ديال التركيز ديالي، ولكن الكتاف غيبقاو نفسهم والصدر غيبقى نفسه. وغادي نصايب الفي ديالي ديال القفطان. دابا كملت الامام والخلف، غادي ندوزو للكمين. عندي الكم ديالي 59 سنتيم، 59 سنتيم غادي نحيد 3 سنتيم او ربع سنتيم لان عندي البلي وغادي الخياطه، وغنحط 15 سنتيم. ومن بعد غادي ندير الطول ديالي اللي هو 59 سنتيم، غندير 60 لان عندي الخياطه هنا وعندي هنايا، ماشي خدمه المعلم، غادي تكون يعني لغلي بالماكينه. عاد غادي ندير التركيز ديالي هنا اللي هو 23، وغادي ناخذ 14 سنتيم اللي هي قاعده، وكنخدم التركيز بالبيروكي كيجيني اسهل، ولكن راه ضروري كندير القاعده واخا بالبيروكي نتابعو شنو كندير. البنات هاد 15 سنتيم اللي خديت هنا غادي ناخذ ندير هاد السطر افقي بحال هكا باش يجيني مزيان القطعه ديالي ديال الكوب.
هكا، وغادي ناخذها حتى من هنا 15 سنتيم حتى من هنا، وغندير بحال هكا. يعني عندي بحال هذا هو راس الكم ديالي بحال هكا، يعني غادي نشوف شحال بغيت في راس الكم. غادي نديرو 15 سنتيم، واحد ديال الخياطه هي 16 سنتيم، وغادي نخدم التركيز ديالي بهذه الطريقه. وهذه القطعه هي اللي غادي تكون بحال جليل، يعني فيها البلي في الكم او التكماش. العرض ديالها قلنا هو 15 سنتيم، اما الطول خدينا 30 سنتيم، يعني بحال الدوبل ديال هذيك 15 سنتيم. ماشي قاعده هذه انك تاخذي الدوبل، ولكن غير احنا جاتنا في الثوب هكاك مقاده. كنتمنى تشوفوا كيفاش كنتمنىكم تكونوا لاحظتوا كيفاش خدمت التركيز ديالي. واخا كندير خط واحد، كنهبط الجهه السفليه بواحد سنتيم، يعني كندخل، والجهه العلويه كنطلع. كما شفتوا هذه هي الفصله ديال القفطان ديالنا العصري اللي بالقطعه اللي ولا دابا على مود هاد العام. ديال هذا قفطان كنسموه قفطان صيف 2022. دابا هاد الزوائد اللي بقى لينا هما اللي غنديروا بهم ان شاء الله المجدول بالحرير. انا وريتكم قبيله ثلاثه لقيات ديال الحرير، قلت لكم غنخدم بها القفطان، وكانت لقيه زايده هي اللي كنخدموا بها المجدول بالشوشه ان شاء الله. كنتمنى هاد الدرس يعجبكم وتستافدوا منه، والى الدرس القادم ان شاء الله.